عليكم ورحمه الله. الاخ ديالي راه توصلنا بهذاك الفيديو اللي كان على هذاك النصيري رئيس ديال الوداد البيضاوي تهجم على هاد الناس، وفعلا شفنا هذاك الفيديو بانه هازين الزراوط شي سته هما ولا اربعه ولا الله اعلم مع الظلام كيبانوا وكيهرسوا في الموتور ديال السيد وكيقول لهم سعيد النصيري بحال هكا. شفنا هذاك الفيديو وصراحه قدام الله غادي نتحاسبوا على هادشي. شفنا هذاك الفيديو بانه هو كيقول لهذوك الخدامه ديالو ولا شنو هذوك عساسه كيقول لهم هرسوا دقدقوا، وكيسب واحد السب حشومه كاع نذكر هذاك السب اللي كيسب هو، وهو رئيس زعما وعندو وبرلماني وبزاف الحوايج وحشومه عليه يدير هاد الفعيل هادو لهاد الدراري، وهاد الدراري ظريفين وما تهجموش عليه. حنا شفنا داك الفيديو بانهم هما راجعين الله كيقولوا لي حشومه علاش كضرب فينا، ضربنا بغيتي تضربنا احنا ضربنا، هما ما مسوا ما دخلوا عليه لا الفيلا ما الدراري. شفنا داك الفيديو بانهم راجعين الله وحشومه يدير هادشي، وزعما راه هو رئيس فريق كبير زعما فريق عارق خصو يلتزم بالاحترام ويجي عندهم يقول لهم شنو بغيتو. هو ما صاب ما يقول كيقول لهم شفاره، واش هذه هضره؟ وصحفيين كنعرفوهم هادو شفاره هادو، هو اللي شفار دانيهم بورطابلات جوج قال لي لا هرس امو ما تعطيهمش، دانيهم جوج بورطابلات ودانيهم الكاميرا وحشومه يتعدى على هاد الناس. الرساله ديالي كمواطن بغيت هاد المسؤولين حرام عليهم يتعداو على هاد الصحفيين، واخا يكون ماشي صحفي يكون غير مواطن عادي مريح قدام الفيلا شكيتي فيه نعيط على البوليس ونبقى انا لداخل ديالي، تيجي البوليس ويتاكدوا منه الصفار والصحفي واش هادي واش هادي. بصفتي كمواطن عادي داك الفعل الشنيع اللي فعلو الناصيري وتنسجبوه نهائيا. هذوك الدراري صحفيين جاوا يديروا المهنه ديالهم وبغا يديروا الدور اللي عليهم، وداك الشيء اللي تعامل معاهم الناصيري ماشي معامله ديال الناس اللي بعقولهم، الناس اللي بعقولهم والناس اللي مزيانين وبصفته هو بريزيدون ديال فريق الوداد خصو يكون عنده اخلاق عاليه، ما خصوش يتعامل مع داك الدراري بهذيك الطريقه، حيت السلطه ماشي فوق كل شيء السلطه، ماشي انسان اللي كان برلماني ولا عنده السلطه يتعدى على الاخرين، المواطن ما خصوش يتعدى على خوه المسلم، هذيك الطريقه اللي تعامل معاهم طريقه بشعه وما تتليقش بالناس اللي في المستوى. انا ما تنشجب من هذا المنبر تنشجب هذيك الطريقه اللي تعامل معاهم طريقه خايبه وطريقه سيئه. محسوبه عليه تعامله كبريزيدون ديال فريق الوداد، الوداد راه فريق كبير، الوداد فريق كبير وعنده جمهور ديالو وعنده الناس ديالو وعنده المحبين ديالو، راه كلنا مواطنين سواسيه، حتى شي واحد ما فوق القانون، كل شيء سواسيه. الدراري جاوا يغيطوا التقيه الصحافيه ديالهم ما تفاهمش معاهم يقول لهم سيروا في حالكم صافي، ما يتعاملش معاهم بهذيك الطريقه الوحشيه وخرج لهم الكلاب ويضربهم بالزرواطه، لا حشومه، حتى هما مواطنين تيديروا خدمتهم، حتى هما تيديروا الخدمه ديالهم ما تيديروا حتى شي حاجه. جيتي قلتي لهم قول لهم سيروا في حالكم ما غاديش نهضر معاكم، اما بهذيك الطريقه الخايبه لا وشكرا.